التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في دبي مع معالي السيدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية. جاء ذلك على هامش منتدى صير بنياس الذي تنظمه وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة ووقف اطلاق النار ومعالجه الاوضاع الانسانيه في القطاع واحياء جهود احلال السلام في منطقه الشرق الاوسط